انت عادل يلا يا عين انا ادرح برد مظلق برد شو بيلبس يجيب معه يجيب معه يجيب معه يجيب معه اغراضه ولا حرام عليك ماما بيقدر يعيد عال حاطيك بما انه هيك رح تاخذ البرنس خد معك الليفه كمان ليفته لك عمي طب ما ليفته ليفته طريت الله شو النهار هذا هلا لما تشغل معي كمان بتتعير هي فيك تشقلي انت واقف شافوا ايه نار ولا شفت كيف شفتوا ناصي مثل صيخ نار ورا اوف هذا ثقيل كثير يا لطيف عم هو رقزان منه كل شيء معي هون الا المصاري هون المصاري هون اوف رجوش بكون مسرحي تركلو يا المستهل تركلو عصف بوجهي وصفك ما وظفني هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة وظفك؟ لا ما وظفني صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له توظفنا وهيدي هي مثل الأم ودعيت له قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف